هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايبه لكم النهارده وصفه تحفه. الوصفه دي يا جماعه لتنظيف البشره وتنظيف الجسم كله. الوصفه دي هتخليكم تحسوا ان جسمكم بيلمع، وهتنزل كل البكتيريا وكل الميكروبات والحاجات الوحشه وجلد الميت، وهتقشر الجسم وتنظفه وتلمعه. الوصفه دي يا جماعه انا بعتبرها بالظبط هي بديله الحمام المغربي. طبعا كلكم عارفين الحمام المغربي بيعمل قد ايه وبينزل لكم، هتلاقوا حاجات سودة كده وحاجات غريبة بتنزل من الجسم، واحنا كلنا بنحب نروح الاماكن دي عشان نحس بفرق. وكأننا مثلا بتروحي تحسي ان انت كأنك عمرك ما كنتي قبل كده بتاخدي شاور مثلا. فانا جبت لكم وصفة دي انا جربتها كذا مرة وهي متجربة، وصفة حلوة جدا عجبتني وحبيت اشاركها معاكم. دي بديلة الحمام المغربي طبعا، لان احنا في الفترة اللي احنا فيها دي محدش بيتحرك من البيت، وطبعا هنخاف نروح اي اماكن سبا او ساونا او اي حاجه. فالوصفه دي هتغنيكم وتخليكم يعني بابسط الاشياء تعملوها في البيت وانتوا قاعدين، ومش هتتحركوا خالص من البيت. كل اللي احنا هنحتاجه يا جماعه، احنا هنجيب الليفه المغربيه بتتباع طبعا في كل الصيدليات، وهنجيب خل. ده الخل يا جماعه اللي احنا بنحطه على وصفاتنا عادي خالص واكلنا الطبيعي. هنعمل ايه؟ انتي هتملي البانيو بتاعك ميه سخنه او ميه دافيه، وتقعدي فيها حوالي ربع ساعة تلت ساعة، يعني كتفتيح للمسام. يعني المية السخنة معروفة انها بتفتح المسام للجلد كله يعني. وبعد كده يا بنات هتحطوا الخل ده على جسمكم، وبعد كده تبدأي ان انتي تفركي الخل ده بالليفة المغربية. هتفركيها بقى طبعا، تفركي جسمك يعني حركة دائرية كده جسمك كله. هتبدأي تلاحظي ان في جلد ميت وفي حاجات بتنزل من الجسم وحاجات صعبة قوي، انت نفسك هتشوفي طريق يعني وانت بتستخدميها، وبيفتح الجلد وهتلاقي نفسك ابيضيتي وبقيتي ناعمة وجميلة. انتوا نفسكم هتحسوا يعني اول ما تستخدموها، وسهلة وبسيطة مفيهاش اي تكلفة خالص.